الرياضة هي السلاح الأول للمناعة. يعني إحنا لاعبين بناء الأجسام أو أي نوع من أنواع الرياضات الأخرى بتمتع بنظام حياة مثالي مختلف عن اللي ما بمارس الرياضة. جميع الألعاب متاحة للمتشافيين من مرضى كورونا، لكن لازم يكون في متابعة مع مختص، مع المدرب الموجود في النادي أو الموجود في الألعاب، مهما كانت سباحة سواء بناء أجسام رياضة خيل، لازم أن يكون ملتزم مع المدرب المختص. الآن مصاب كورونا بعد ما يتشافى، العودة راح تكون تدريجية لأداء التمارين الرياضية، نحكي من يوم إلى شهر أو من يوم إلى مدة معينة، تدريجيا بإذن الله بتكون أموره صارت جاهزة. الآن إحنا اللي أصيب بفيروس كورونا بينقسم إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى اللي أصيب بفيروس كورونا وتم شفاؤه منه لكن لم تظهر عليه الأعراض، هون إحنا بتكون عودته أفضل من المرحلة الثانية اللي هي من أصيب بفيروس كورونا وظهرت عليه الأعراض وتم شفاؤه منه. المرحلة الأولى إلها استراتيجية خاصة بالعودة التدريجية، والمرحلة الثانية إلها كمان خطة خاصة بالعودة التدريجية. طبعاً ممكن إنه تكون الخطة المرحلة الثانية أعلى مدة أو وقتاً في العودة التدريجية بالنسبة للرياضة. المرحلة الثالثة اللي هي الأهم، إنه في حال تم اللاعب إصابته بفيروس كورونا وتم شفاؤه منه لكنه يعاني من أمراض مزمنة، في حال كان يعاني من أمراض مزمنة هون بدنا ننتبه للصداع اللي ممكن يرافقه أثناء التمرين، لمرحلة الدواء، لمرحلة نبض القلب في حال إنه كان نبض القلب عنده أعلى من المجهود المبذول. هون ممكن إنه إما نستشير طبيب مختص إنه يكمل، أو يتم التنسيق مع الطبيب المختص إنه يكمل مرحلة التمرين أو إنه يأجل شوي. هاي كلها بتعتمد حسب التنسيق مع الطبيب المختص. نشتغل إحنا على مبدأ المالتي فيتامينز، نشتغل على مبدأ الغذاء وهو الأساس في هاي الرياضة. يعني أنت شو ما مارست في هاي الرياضة، إذا أنت ما كنت ملتزم بالبرنامج الصحي المثالي ما راح تحقق أي نتائج. فإحنا نلتزم بالفيتامينات، نلتزم بالنظام الغذائي، آخر شيء نلتزم بالخطة التدريب. من أول شيء الإحماء اللي هو بكون عندي إياه على أجهزة المشي، تمام، لمدة معينة، تمام، بسرعة كثير بتكون بسيطة اللي هي سرعة المشي. ثاني شيء بدخله على صالة الحديد اللي هي ما راح يدخل لا على البارات، ما راح يدخل على الدامبلز، ما راح يدخل على أي شيء فيه حمل أثقال، راح يدخل فقط على المشين اللي هي باعتبار وزن خفيف بس فقط تحريك للعضلة لمدة معينة بإذن الله لبين ما شوي شوي يسترجع لياقته. العودة بالنسبة لبناء الأجسام أو للفنون القتالية نفس الشيء، هي عودة تدريجية اللي هي تجهيز العضلات على طريق الماكينات الموجودة في النادي. هون إحنا ببلش كل لاعب بالبرنامج المختص له اللي بيكون المدرب حاط له إياه. رسالتي لهم إنه ما يتكاسل إنه يلتحق بأي نوع من أنواع الرياضة، لأنه جهاز المناعة ما بقوى إلا بالتزامه بالتمارين الرياضية، التزامه بالبرنامج الغذائي، التزامه بالفيتامينات، التزامه بالمكملات، التزامه بالنوم. وهي كلها ما بتحصل إلا إذا أنت التزمت في النوادي الرياضية أو التزمت بأي هواية رياضية أنت تلتزم معها.